السؤال الأول، شو أصل كل الشرور؟ أصل كل الشرور الأنانية. شو اللي بيخليك تكوني سعيدة بالحياة؟ أن يكون مفيدة للآخرين. مين أخطر إنسان بالحياة؟ كلمة واحدة. كذاب. شو أجمل هدية بالحياة؟ التسامح. مين أفضل ملجأ بالحياة؟ الله. مين أهم الأشخاص إليك بالحياة؟ الأهل. شو أجمل شي بالحياة؟ طلع غير أنت بيير؟ المحبة أجمل شي. جاوبتي خلاص، ميخد جواب الأول. شو أكتر تسلية بالحياة؟ شو أكبر تسلية بالحياة؟ العمل. شو أكبر سر بالحياة؟ الموت. أوف. شو هي أسمى المشاعر بالحياة؟ السلام الداخلي. كلمتين. مين أفضل معلمين بالحياة؟ الأطفال. حلو. شو هو أجمل يوم بالحياة؟ اليوم. Thank you. في منا وجير. شو أسهل شي بالحياة؟ إنك تغلط. شو أكبر عقبة بالحياة؟ الخوف. شو هو أكبر خطأ بالحياة؟ إنك تتنازل عن مبادئك. وأكبر هزيمة بالحياة؟ الأحباط. أوف. سمارت. شو الشيء الأساسي بالحياة؟ الشيء الأساسي التواصل مع الآخرين. أسوأ علة بالحياة؟ الاجتماعي. أسوأ علة بالحياة؟ أسوأ علة بالحياة المزاجية. شو هو الشعور الأسوأ بالحياة؟ الحسد. أهم شيء بالحياة؟ أهم شيء بالحياة إنه يكون عندك بيت. شو الطريق الأسرع للهدف؟ الخط المستقيم. واو. تعطيك الجواب أنا ما انتبهت. شو هي الحمية الأكثر فعالية بالحياة؟ الإيمان. القوة الأكثر فعالية بالحياة؟ القوة الأكثر فعالية بالحياة الإيمان. وإذا قبلنا الشر بالشر؟ فمتى ينتهي الشر؟